نسيمة صيفي اختصاصية في رمي الجلة ورمي القوس، بطلة عالمية 4 مرات في نيوزيلندا 2011 ميدالية ذهبية، وفي ليون 2013 ميدالية ذهبية ورقم قياسي عالمي، و2015 ميدالية ذهبية في رمي القرص، وأكيد 2017 ميداليتين ذهبيتين في لندن، وعندي ميدالية بارالمبية في ريو، وعندي ميدالية بارالمبية في لندن 2012. ألقاب كل بطولة وعندها ميزتها، كل بطولة وعندها حلاوتها، يعني اللي كانت بزاف يعني قعدت لي في الذاكرة هي بارالمبيك 2012 و2017 ثاني في لندن، الميداليتين الأخيرتين خصوصا في ميدالية رمي الجلة اللي تحصلت عليها لأول مرة ميدالية ذهبية. والله في الحقيقة كي كنت صغيرة بعد الحادث اللي تعرضت ليه بسنة، الوالد تاعي هو اللي دخلني رياضة، في الأول دخلني رياضة وترفيه يعني، ومن بعد اكتشفوا بلي عندي يعني إمكانيات باش نقدر نكون بطلة عالمية مستقبلية، خصوصا أنه يعني الهيئة تقبل أنه نكون في الرمي خاصة، وبديت مشواري. والله يعني حاجه اللي ساعدتني بزاف اني ما قعدتش في الدار، جوست مور الحادث دخلت الرياضه، يعني بعد الحادث مباشره دخلت الرياضه، اكتشفت شفت يعني اعاقات كثير، شفت بلي كاين رياضه كاين مستوى، شفت حوايج بزاف، وشفت وليت نطمح اني نحقق نتائج مليحه والحمد لله. Third attempt, currently in first place. والله صدقني يعني كل رياضي كان مسؤول على نفسه، كل رياضي كان مسؤول انه رايح يحقق بطوله عالميه، لازم ينسى قبل ينسى واش فوت، اكيد ما كانتش لا بريباراسيون 100% يعني في التحضيرات كانت ناقصه، خصوصا بعد حضور رئيس اتحاديه جديد وجامعه جوست مع البطوله كان فيه تغيرات، مي حنا كنا عازمين وكنا يعني قلنا نروحوا ان شاء الله نرفعوا الرايه الجزائريه كيما مالفين نرفعها، والحمد لله كان تحدي كبير كبير وتجمعنا كامل وقلنا باذن الله نرجو باحسن نتيجه والحمد لله. ما غير هذا اكيد هذا جزء من النجاح تاعي اللي هو المدرب والزوج في نفس الوقت اللي حققت معاه كل النتائج، ملي بديت معاه ملي كنت في عمري 11 الحمد لله حققت نتائج كل ارقام كل نتائج مع المدرب الحمد لله. شوف يعني احنا تشوف التحضير احنا ماشي يعني في سنه يعني نحضروا، عندنا سنين، احنا عندنا 10 سنوات وانا نحضروا لبطولات يعني محافل دوليه الكبيره وحتى الصغيره، يعني شوف التحضير ما يكونش في سنه او في 3 اشهر، يعني احنا كما دوكا بدينا يعني مع الفيدراليه الجديده هذه عندنا 3 اشهر ورحنا بعدها رحنا البطوله العالميه في لندن وحققنا احسن يعني عبر التاريخ، يعني احسن نتيجه عبر التاريخ بالنسبه للفيدراليه. والله
والله باش تكوني ربة بيت وتكوني رياضية وفي مستوى عالي ماشي حاجة سهلة، خصوصا انا يعني جديدة في كربة بيت. ان شاء الله نكون موفق ما بين الاثنين ان شاء الله. احنا سينا باش نديروا واحد جيملاج هكذا بين الدار وبين الملعب، والحمد لله نجحنا، وحتى العائله تشجعنا من يعني من الخاوه والخواتات والعائله كلها. والله غير صح على الوقت باش تكون عندنا ان شاء الله بون بريباراسيون، خصوصا مع وزير الشباب والرياضة هذا اللي راه عندنا الحق كان معنا من قبل بداية بطولة العالم، يعني هو متبعنا خطوة بخطوة، نقدموا له جزيل الشكر عليها، وراه وعدنا انه حتكون فيه ان شاء الله بون بريباراسيون ان شاء الله بطولة العالم والبارالمبيك ان شاء الله.